وردا على سؤال حول ما يثار بشأن عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة بمناقشة صفقة داو كيميكال يوم الثلاثاء المقبل، نفى الرئيس الغانم صحة ذلك قائلا إنه لم يبلغ بأي شيء رسمي من قبل الحكومة بهذا الصدد. لم تبلغنا حتى الآن الحكومة بأي رد رسمي، وأتوقع أن نستلم رد الحكومة غدا بعد اجتماع مجلس الوزراء. المعلومات اللي لدي أن سيناقش مجلس الوزراء حضور الجلسة من عدمها في اجتماعها يوم غد. بالنسبة لي سأدعو للجلسة وسأحضر إلى الجلسة، وإذا حضرت الحكومة واكتمل النصاب ستعقد الجلسة، وإذا لم تحضر الحكومة سترفع الجلسة.